قومي للمرأة كل سنة بينشر بيان بيوضح نتيجة استطلاع رأي تم إجراؤه على المشاهدين، وبالتحديد عن رأيهم في صورة المرأة في دراما رمضان. على فكرة السنة دي ده بيعتبر رابع استفتاء، صح؟ رابع استفتاء بيقوم بيه المجلس، وكانت النتيجة مش عاجبة المجلس قوي. مش قادرة أقول عليها أنها نتيجة صادمة، لأن النسبة الأكبر كانت شايفة أن دراما رمضان السنة دي قدمت صورة مش واقعية شوية عن المرأة المصرية. والأكثر أهمية بقى أن المجلس شايف أن الصورة بالعكس السنة دي ما كانتش إيجابية قوي زي السنة اللي فاتت واللي قبلها، لكن الصورة كانت سلبية شوية، وأن نموذج المرأة المنتقمة كان هو اللي بيتصدر المشهد الدرامي النسائي في رمضان 2024. النهاردة حبينا نلقي الضوء أكتر ونشوف كده صورة المرأة في دراما رمضان قد إيه بتتطابق مع الاستفتاء اللي اتعمل، وقد إيه بتتطابق طبق النماذج اللي اتعرضت في الدراما دي معنا احنا كستات في مصر بحق وحقيقي، او للمرأة في مصر وفي الدول العربية، لان دي وجهة نظر الاغلبية زي ما هنشوفها. بنحاول نكتشف كل ده من خلال ضيفتنا النهاردة الكاتبة الصحفية الاستاذة شيماء سليم، رئيس قسم الفن بمجلة روز اليوسف. اهلا بيك يا شيماء. اهلا حضرتك، اهلا بيك. قولي لي بقى ليه شايفين يعني ليه الاستبيان او الاستفتاء شايف انه صوره المراه طالعه مش واقعيه وانتقاميه؟ هي مش واقعيه؟ لا ده غلط. هي من ناحيه واقعيه كان في مسلسلات فعلا واقعيه جدا كمان. يعني لو خدنا نماذج على نسبه مشاهده، فكره البنات اللي بيستخدموا التيك توك علشان يحققوا منه ارباح ويجيبوا منه دخل، ده حاصل جدا. صح. فكرة انتقامية، ما كان في مسلسلين معتمدين في الأساس على تمة الانتقام، صيد العقارب وسر إلهي. الاتنين دول اعتمدوا في كدراما رئيسية على الانتقام. المجلس القومي للمرأة بيكون أكتر جدا مراعي إن احنا نعمل حاجة هادفة إن هي تنصر المرأة في حاجة، في قانون، في حاجة تتغير بالظبط، تغير، تقدم نموذج مثلا من نماذج المرأة المكافحة، أو مثلا نموذج من السير الذاتية كتير جدا جدا عندنا عن نماذج مشرفة للمرأة المصرية. التاريخ مثلا هدى شعراوي، في حاجات كتير جدا ما اتعملتش، فكان ممكن يعني يتعمل حاجات من دي، فده بيبقى نموذج إلى حد كبير طبعا إيجابي. أو إن احنا بنعمل حاجة تخلي في قانون يتغير أو وضع المرأة يبقى أفضل بأي شكل. طب ما شافوش إن صلة رحم مثلا كان في قضية مثارة برضو تهم الست أو ممكن تصب في مصلحة الست؟ ما هو الفكرة ان هو لما بيجي يتعمل استبيانات زي دي هو اكتر بيفكر هي اتقدمت ازاي. يعني هو ممكن يكون مثلا الفكرة دي حاجة مهمة جدا، بس التقديم بتاعها مثلا ما كانش مبين الصورة الافضل او الصورة بشكل ايجابي اكتر. كانت الصورة الى حد ما سلبية، علشان كده بيبقى دايما في نوع من الرفض او الهجوم شويه عليها. لا المراه صورتها مش سلبيه قوي كده، لا الموضوع كان يعني اوفر قوي، مش بالطريقه دي. فمن هنا بقى بيطلع النظره السلبيه شويه من بس هم كده. على الاقل يعني كان في نظره ايجابيه في ناحيه ان مثلا بطلات المسلسل تقريبا 13 او 14 بطله. هو ده بقى. هو ده يعني احنا بنتكلم ان السنه دي النسبه عليت. مش بس بطلات. لا ده بطلات، ده رقم واحد. انت عندك بطلات كتير جدا، تقريبا 14 مسلسل من بطولة ستات. حاجة تانية الكاتبات عددهم كتير. صح. المخرجات قدموا مسلسلات مهمة السنة دي. فانت عندك دور المرأة الفعال سواء امام او ورا الكاميرا ده كان حاصل. احنا بقى بنتكلم مين وايز بقى، مش بنتكلم بقى ان دلوقتي مش هنتكلم على الدراما كانت ايه والافكار كانت ايه. تعالي نتكلم على الصناعة نفسها. لا الصناعة نفسها ان انا من 30 مسلسل تقريبا اتعملوا السنه دي او 25 مسلسل، انا عندي 14 مسلسل كان بطلاتهم الاساسيين ستات. صحيح. فده تمام جدا، احنا كده قربنا من نسبه ال 50% اللي هو العالم بينادي بيها بقاله كذا سنه. حاجه ثانيه بقى، الدور حتى الادوار الثانيه او المراه المشاركه للراجل في البطوله ما بقتش مهمشه زي الاول. صح. يعني انت هتلاقي لا البطله اللي بتظهر مع في المسلسلات الرجالي هتلاقيها لا ليها دور، ودور مؤثر ومهم جدا. الحشاشين ميرنا نور الدين اللي قدمت دور زوجة حسن الصباح كانت مقدمه شخصيه مهمه جدا طبعاً. جدا على مدار ال 30 حلقه. وهي وجهة النظر مثلا في الحشاشين هي اللي قادت وجهة النظر المضادة
للي بيعمله بالظبط. وهي اللي كانت يعني تحولت الفكر ده هي كانت الشخصيه نفسها البنى بتاعها ان هي ازاي تحولت من اكتر حد مؤمن بيه وتابع ليه لاكتر حد رافضه ورافض افكاره وبالعكس بيحرض الناس كمان ان هم يبعدوا عنه. فده كان دور مهم جدا ومؤثر. مش بقى المراه اللي هي بقى محطوطه كديكور كده جنب البطل ما بتعملش اي حاجه غير ان هي مثلا بتطبطب عليه او وشكلها حلو جنب البطل او بتعيط لما بيزعل او بتضحك لما بينبسط لا هي بتعمل هنا دور مؤثر ومهم جدا رغم ان المسلسل 100% بطوله رجاله جدا يعني طبعا. يعني ورجال يعني ورجال. هو كل الصف الاول رجال صحيح. في المسلسل